حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن علية، حدثنا خالد الحذاء. عن ابن أشوع عن الشعبي قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله كره لكم ثلاثه قيل وقال واضاعه المال وكثره السؤال